ورحمة الله وبركاته. غادي نشارك معكم في هاد التوقعات ديالي في كأس العالم 2022 قطر. نقول لا هولندا تطلع والسنغال في المجموعة أ. السنغال قوية هاد العام، هولندا تاهي عندها فرقة قوية. المجموعة ب لأمريك تاهي فرقة قوية، الإنجليز كذلك. لأمريك عندها بزاف الشباب محترفين في الإنجليز، عندك الأرجنتين والمكسيك، هادو فرق قوية في المجموعة ديالهم السي. عندك المجموعة دي لا فرنسا والدنمارك باينين، عندك المجموعة اي الاسبان والالمان تا هما مجموعة باينة، عندك المجموعة ديالنا هي اللي صعيبة ولكن تقدر فيها المفاجأة تاع كندا والمغرب، يقدروا يديروا مفاجأة. المجموعة جي فيها البرازيل وعندك سويسرلاند. المجموعة اش نقدروا نقولوا البرتغال كوريا الجنوبية، البرتغال كوريا الجنوبية تقدر دير مفاجأة حتى هي، اطلقها لهولندا مع الامريك والسنغال مع الانجليز. تقدر تطلع لامريكا وتقدر تا السنغال دير مفاجأة، يكون عندها ماتش صعيب ولكن هاد لي ماتش صعب بجوج بيهم يقدروا يديروا مفاجأة. الارجنتين ولا فرنسا هما اللي يكون عندهم ماتش صعيب يقدروا يطلعوا بحكم التجربة. عندك الالمان والمغرب تا هما يكون عندهم ماتش صعيب، رشحت المغرب لان ديجا لعبوا مع الاسبان يقدروا يكون هاد المرة يكون عندهم انتقام. البرازيل مع البرتغال ماتش يكون عندهم يمكن سهل، يمكن البرتغال شوية صعب. عندك الارجنتين ولا فرنسا غادي يكملوا المسيرة ديالهم يزيدوا يطلعوا. الجهة الاخرى عندك البرازيل والمغرب، المغرب عاودة تلقى مع البرتغال الا بغات دير الانتقام تاع 2018 تقدر تدير مفاجأة كبيرة. عندك هنا البرازيل مع الارجنتين، نرشح البرازيل وبطبيعة الحال لا فرنسا. فرنسا مع البرازيل في كأس العالم ماتش واعر مجهد هذا، لكن هذه المرة البرازيل دايرة بلاصتها، الفوز يكون البرازيل. مهم فيها مفاجأة بزاف، هذه هي التوقعات ديالي. نشوفوا التوقعات ديالكم في التعليق وشكرا على المتابعة.